هنكمل مع السباحه وهنروح لاكاديميات السباحه اللي طلعت علي خلف الله وطلعت احمد اكرم وطلعت هاني مورو وطلعت نجمات كبار وميش واحمد حمدي وطلعت نجوم كبار جدا عندنا في السباحه. اكاديميات السباحه ما بتهدأش، تشتغل طول الوقت 24 ساعه تقريبا شغالين، لان قطاع السباحه قطاع كبير او قطاع تعليم الاكاديميات قطاع كبير. خلينا نروح لتقرير عن اكاديميه السباحه في النادي الاهلي وترجعوا لنا مره ثانيه. احنا هنا في الأكاديمية بنبتدي نعد الولاد من مراحل سنية بداية من عمر 3 سنين. بنبتدي أول حاجة بيبقى عندنا حاجة اسمها يعني اللي هي تعليم السباحة، محو ومية السباحة. بعد كده بنبتدي نعد الجيل اللي طالع، الأشبال اللي طالعة، عشان يبقوا نواة لفرق النادي الأهلي. حاليا احنا عندنا في فرقة طالعة من قطاع الأكاديمية، فرقة مواليد 2009، إن شاء الله خلال الشهر ده، خلال النص الثاني من شهر فبراير هيشاركوا في بطولة القاهرة، وإن شاء الله هم لسه طالعين من بطولة كأس الاتحاد من حوالي 3 شهور وكانوا محققين فيها المركز الأول أولاد وبنات. حالياً إحنا بنجهز فريق 2010، مواليد 2010، دول إن شاء الله رب العالمين هيشاركوا أول بطولة ليهم رسمية هتبقى في شهر أغسطس اللي جاي في كأس الاتحاد. عندنا عناصر مميزه جدا 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 ان شاء الله، وهيبقوا نواه لفرق النادي الاهلي. عندنا برضو فريق 2011 بنجهزه، لسه قدامه وقت، بنجتاز الاول مجموعه من الاختبارات لاتحاد السباحه اللي هي اختبارات النجوم. ان شاء الله رب العالمين هنخلص الاختبارات دي وبعد كده نبتدي برضو نجهزهم نفس الكلام عشان نحطهم على طريق البطولات باذن الله تعالى. 2009 هتبدا البطوله بتاعتهم يوم السبت اللي جاي ان شاء الله، واحنا بنجهزهم بقالنا يعني اكتر من 8 شهور للبطوله، الاول بطوله يشاركوا فيها بطوله رسميه، بطوله القاهره ان شاء الله باذن الله يعني يعملوا حاجه كويسه باذن الله. هم على تم استعداد الحمد لله، يعني الفريق ماشي كويس ومستواه الحمد لله كويس. الحمد لله احنا بنستعد دلوقتي لبطوله القاهره، هتبدا يوم 15 الشهر ده، وبعد بطوله القاهره على طول تاني يوم عندنا بطوله تنشيطيه هنا داخل النادي لمرحله 2010 و2011، يوم 5 و6 و7، وبعديها يوم 12 عندنا بطولة كاس مصر. فالعملية كلها ما شاء الله بطولات في بطولات، والأهلي وجدير بإذن الله، احنا بإذن الله بنحسم كل حاجة.